سطرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية مستغانم برنامج ثري للاحتفال بالمولد النبوي الشريف لهذه السنة، وإحياءً لليليه بتدريس السيرة النبوية والمديح الشريف. وتخلل هذا الاحتفال توزيع جوائز قيمة ومبالغ مالية لفائدة حفظة القرآن الكريم. وعلى هامش الاحتفال اغتنمت الفرصة كاميرا الأجواء وزارت الزاوية العلوية بمدينة مستغانم. مع تواتي بالعربي نتابع. اسمي شبيح عبد القادر، البالغ من العمر 14 سنة، حامل لكتاب الله كاملا. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأشكر والداي الذي شجعاني على مسيرة التعليمية، وأشكر شيخي أيضا على دراسة على تعليم القرآن الكريم، وشكرا. اسمي أبو عبسة أبو خير شمس الدين. نحتفل اليوم بميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة هذا الاحتفال تم تكريمنا من طرف ولي ولاية مستغانم، ربي يحفظه، ونشكر على مشوارها ونشكر في مشوار القرآن كل من عائلتي وكل من كان له فضل كبير لي، وأشكر السيد الوالي على هذا التكريم وعلى هذا الحفل البهج. أنا عباس يونس، اليوم ليلة المولد النبوي الشريف حظينا بتكريم مديرية شؤون دينية لحفظ القرآن الكريم، وتحصلت على المرتبة الثانية في هذه المسابقة، وأنا سعيد جدا بحفظ كتاب الله عز وجل وبحصولي على المرتبة الثانية. اسمي ركيبي عبد الرحمن. حط خاتم القرآن الكريم اليوم في المدرسة القرآنية فخر الدين الرازي، تعلمت عند الشيخ شعيب قويدر، واليوم نتكرم باحتفال مولد النبوي الشريف. الزاوية العلوية يعني شيدت في 1912 من طرف الشيخ، من أسسها الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي المتعارف بالشيخ بن علي، وأنا في مستغانم. يعني الزاوية العلوية كانت يعني قطب جلبت الكثير من الناس في عشرينات القرن الماضي، ويأتوها الوفود من كل أنحاء العالم، وما زالت لحد الآن الحمد لله الصدى انتحى معروف عالميا على المستوى العالمي، ولكن الظروف الصحية يعني فرضت علينا يعني أننا يعني تتقلص يعني الزيارات نوعا ما، ولكن الحمد لله والشكر لله ما زال الصدى قائم، وما زلنا نحتفل بمولد النبوي، وكذلك ذكرى أسبوع المولد النبوي الشريف، وكذلك كنا نقوم بالدارة ما يسمى بدارة التبوشير في مستغانم، ولكن الظروف الصحية منعتنا العام الماضي وهذا العام، ونتمنى أن العام الماجي إن شاء الله تكون إن شاء الله في ظروف أحسن. شكرا.